صباح الخير، عاملين ايه؟ طبعا بعد غياب طويل كنت ان شاء الله ناوي ان انا ارجع بفيديوهات كتير بقى وحلوه، بس كان عندي امتحانات وشويه ظروف ما قدرتش. بعدين قلت بقى خلاص خلصت امتحانات وابدا، تليفوني باظ معلش. الحمد لله جه العيد برده وبرده ما خرجناش، قلت بس لازم ايه نيجي نظبط طلعه. جمعت الشله مش كلهم طبعا عشان في ناس في البلاد وبتاع. دلوقتي نروح ناخدهم نشوف رايحين فين. يلا بينا. واخيرا بعد طريق طويل ولف ودوران ندور على بنزينه وبتاع وصلنا لهدفنا البحر. طبعا احنا مشينا شويه بقى بره العاصمه عشان نبعد عن زحمه العاصمه، نروح بحر رايق ونشوف بقى الدنيا نغير جو. واحد بعد الحر ده لازم ينزل ميه. حلو في الجزائر بقى بصوا من الجبال على البحر على طول، هو ده اللي بحبه في الجزائر والغابات وبتاع. طبعا جوعنا عشان المشوار والشمس. يلا بينا نروح نتغدى، هننزل معايا ولا نعمل ايه؟ يلا بينا. وبعد يوم طويل نزلنا البحر واستمتعنا الحمد لله. بعدنا شويه والميه كانت جميله والدنيا كانت رايقه الحمد لله. نروح دلوقتي نلف شويه وناكل، انا جوعت تاني برضو. ونشوف هنعمل ايه ونروح نضرب دورة برضه شوية نضيع وقت. يلا بينا. طبعا بعد لف كتير النهارده تعبنا ولفينا كتير وروحت من الدور لسه وصلت عند البيت يعتبر. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، هو فيديو صغير ان شاء الله الجاي احسن ونرجع بقى بقوه نعمل الفيديوهات الحلوه. استنوني، سوشيال ميديا لايك وسبسكرايب وكومنتات. السلام عليكم.